عسلم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وخد مخه شوية. قبل ما نبدأ الفيديو نقول ملاحظة مع ترسلوها لي بعض الإخوة، قالوا لي راه الفيديوهات طويلة ياسر ومن الأحسن أن نقص منها شوية. ما نعرفش، نحاول باش نقد فيديوهات نتاع 20 دقيقة. قبل كنت نعمل فيديوهات 15 دقيقة، قالوا لي قصيرة، توا قالوا لي طويلة. إذا نحاول باش نوفق من بين هذوما الزوز. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، فما بعض المسلمين خاصة من النساء أرسلوا لي رسائل، قالوا لي يعني يشكروني على الفيديوهات هذه على خاطر حسب رأيهم اكتشفوا أن الإسلام جدا عظيم، وعرفوا اللي الحجاب واجب ولازمهم يلبسوه، والفيديوهات هذه عرفتهم على دين ربهم. فهمت؟ اذا شنو باش نقول لهم؟ نقول لهم تهنوا بربكم وبدينكم، وانا نحب العبد على الاقل يعمل الحاجه اللي يعتقد فيها وما يكونش غلط. فهمت؟ كان الفيديوهات هذه ساعدتهم باش يفهموا دينهم، انا سعيد. فهمت؟ وفما عبد اخرين الفيديوهات هذه عرفتهم اللي هذا الدين ما هوش دين، وانه ما يستحقش واحد يحترمه. في الحقيقة انا باش نكمل ونعمل الفيديوهات هذوما المرة هذية. توا باش نتكلم، باش نرجع على بعض الحالات اللي حكيت عليهم في الفيديو اللي قبل هذي. عرفنا احنا في الفيديو اللي قبل هذي اللي المرأة قبل الاسلام كانت تعيش حرية جنسية لا مثيل لها. فهمت؟ صحيح كان فما علاقات منبوضة وعلاقات مسموحة وعلاقات مرغوبة وعلاقة أحسن من علاقة، لكن قبل الإسلام كما تعرفوا ما كان فما لا حدود ولا منع بالقوة ولا عقاب ولا شيء من هذاك الشيء. فهمت؟ كانت العرب تعيش العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على حسب العادات والتقاليد، وفي مجال يعني الوضع اللي هما فيه بدون لا ترغيب ولا ترهيب. هذه مسألة واضحة، يعني الحرية الجنسية كانت موجودة وكانت تتطور على حسب تطور الشعوب، وهذا في العالم أجمع مش كان في الجزيرة. جاء الإسلام وحاول باش يحط القيود وحرم بعض العلاقات ودمج بعضها في الأشياء اللي يسمح بها. فهمت؟ وهذا الكل حسب وجهة نظر محمد وحسب وجهة نظر أصحابه اللي حوله. السؤال يطرح نفسه اليوم، هل محمد فعل خيرا بمحاولته ما يسمى تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة؟ الجواب على هذا السؤال أي إنسان يعرفه. في الوقت الحاضر نعرف أن محمد وقت جاء جعل التنظيم متاعه مقدس وغير قابل للتبديل وصالح لكل زمان وكما كان، وفرضه على كل الشعوب اللي دخلت في الإسلام. ونعرف احنا اليوم في الوقت الحاضر العالم العربي الإسلامي خاصة السني منه، هو كلهم أما أكثر شيء السني، يعاني من أزمة كبيرة نتيجة تطور الإنسان وتأخر سن الزواج وغيرها من الأمور وغلاء المعيشة، جعلت الأسلوب المحمدي في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة فاشل على جميع على جميع المستويات. لأن أول شيء خالف الطبيعة البشرية، ماهوش متناسق، يعني ماخذ الطبيعة العربية فقط. وفوق هذاك الكل، فهمت، يعني تماشى على حسب عقد محمد بيده. في اللي حطه محمد ما كانش حاجة إلهية، ومستحيل تكون حاجة إلهية، لأنها لو كانت حاجة إلهية ما توصلش إلى هذا الطريق المسدود. ونعرف اللي محمد حط قواعد الروح خاصة، يعني على حسب شهواته المرضية، وفرض أسلوب عام على المسلمين.
هوني نحاول باش نوضح اللي الاسلام، انا تقول اسلام وكان محمد راهو ما حقهمش سموه اسلام، حقهم سموه المحمديه خاطر هي وجهه نظر. الاسلام نعرف محمد قسم المسلمين الى درجات. الدرجه الاولى هي الرجل، وتعرفوا حتى القران يقول لك الرجال قوامون على النساء، يعني يعتبر الرجل المسلم هو في الدرجة الأولى في المجتمع. ثم جعل المرأة المسلمة في الدرجة الثانية، يعني هي المرأة في الإسلام تعتبر مواطن من درجة ثانية. ثم جعل أطفال المسلمين في الدرجة الثالثة، يعني هذا تقسيم الإسلام. ثم جعل ما يسمى بأهل الكتاب، من بعد جعل ما يسمى بالمشركين اللي هما كالأنعام بل أضلوا سبيلا. يعني هذا هو تقسيم الإسلام للمجتمع، فهمت؟ إذا هو اعتبر العلاقة من بين الرجل والمرأة تقوم على حاجتين. أول شيء الجنس، هذاك علاش استخدم في الزواج كلمة النكاح. بعض العلماء فهمت يقول لك لا، النكاح يعني الزواج، فهمت؟ يحبوا يغالطوا الناس، يغالطوا الناس ويغالطوا انفسهم، خاطر هما شنو خدمتهم العلماء راهم بصفه عامه، هو لازمهم يحافظوا على ما يسمى الذين يؤمنون بالاسلام في القطيع. وكما تعرفوا العلماء الكل مورد رزقهم هو هذا الدين، يعني تمشي يجيو يوعيوا الناس ويفيقوهم على حقيقه هذا الاسلام، باش يوليو ما عادش يتبعوهم وهما باش يفقدوا المنصب نتاعهم، شيء طبيعي. احنا اذا نرجع لابن كثير ونشوفوا مثلا حديث يقول سبعه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه منهم نكاح اليد. انا نسال هالعلماء هذو اللي يقول لك النكاح يعني الزواج، هل هنا يقصد زواج اليد؟ هل الانسان يتزوج يده؟ يزيهم الكذب على العباد. راهو توا احنا في عصر العباد الكل تنجم تبحث وتحل المنجد ولسان العرب وتحل عدة اشياء، النكاح هو الوطن، فهمت؟ اما لان الاسلام يعتبر النكاح الزواج يقوم في الدرجة الاولى على النكاح، فاطلق على الزواج لفظ نكاح او عقد نكاح. اما المسألة الثانية اللي يعتبرها الاسلام في الزواج هي الانجاب، قلنا قوي ياسر احاديث اللي معناتها تعتبر ان من الاهداف الزواج هي بعد النكاح هي انجاب الاطفال، وتعرفوا الحديث فهمت تناسلوا تكاثروا اني اباهي بكم الامم. المهم هذه المساله يعني واضحه باهي. وكما قلت لكم قبل ان الاسلام دمج العادات والتقاليد العربيه وغير فيهم ووضع فيهم قواعد من اليهودية ومن الديانات الأخرى، ونظم العلاقة بين الرجل والمرأة، ونظم العلاقة الجنسية ما يسمى بالعلاقة الجنسية. وغلطت المرة الأخرى معناتها قلت أشياء معناتها لازمني نوضحها هوني على مسألة ماريا أنها كانت من السبي، هي ما كانتش من السبي، ما كانت ملك يمين، على خاطر تو نفهم وقت نحكيو على ملك اليمين كيفاش الملك اليمين تكون بعدة طرق. المهم الإسلام نظم العلاقة الجنسية في أربعة باش يكونوا الأمور واضحة، ما يسمى بالزواج الشرعي، ملك اليمين، زواج المتعة أو نكاح المتعة، وأخيرا زواج المحلل، تحليل، ما يسمى زواج التحليل، يعني الراجل طلق مرته بالثلاث لازمها تاخذ واحد آخر باش تتحلل وباش تنجم ترجع له. لان احنا ما نجموش نطولوا في الفيديو، باش نحاولوا نتكلموا في الفيديو هذه على قواعد الزواج، ما يسمى بالزواج الشرعي او ما يسمى بالزواج الدائم. وفي الفيديو القادمه باش نتكلموا اللي بعد هذه باش نتكلموا على ملك اليمين، ومن بعد في الفيديو اللي بعدها باش نتكلموا على زواج المتعه والزواج نتاع المحلل، يعني كيفاش تحلل المراه اللي طلقها رجلها بالثلاث. لازمنا نفهموا حاجه هوني،
إن الزواج الشرعي كان موجود قبل الإسلام وموجود عند عد كل الشعوب، أما محمد جاء وحط له قواعد. إحنا هذا نحاول باش نفهمه توا، وحط له شروط. هالشروط هذه واضحة، أي شرط ينقص منها يبطل الزواج. من هذه الشروط أو الأركان هي الإيجاب والقبول، شرط أول، ثم الشهود العدول، يعني لازم يكون فما زوز شهود عدول، حددهم بزوز. الحاجة الثالثة المهمة هي الإشهار والإعلان، يعني لازم بعد ما يتم الزواج يتم إشهاره وإعلانه باش العباد الكل يعرفوا اللي فلان زوج فلان. والمسألة الرابعة الولي للبكر، المرأة اللي عمرها ما تزوجت بكر لازم موافقة الولي متاعها، كان ما وافقش الولي متاعها ما تنجمش تتزوج، يعني موافقة الولي شرط. فهمت؟ يعني الإيجاب والقبول هنا والولي حاجات مختلفة. يعني يقول لك الإيجاب والقبول يعني المرأة لازمها توافق والراجل لازم يوافق، لازم هي تقول كذا وهو يقول كذا موافقين، لكن رغم هذاك الكل لازم الولي متاعها يكون موافق على هذا الزواج. والخامس هو المهر. هذوما خمسة نقاط أساسية، كان تبطل واحدة منهم يبطل الزواج، كان ما فماش الإيجاب والقبول والشهود والإشهار والإعلان وموافقة الولي للبكر والمهر يبطل الزواج. رغم اللي توا في العالم العربي الإسلامي نلقاو عشرات من أنواع الزواج، ما نحبش نذكرها الكل، كيما الزواج السياحي والزواج العرفي والزواج السري وزواج المسيار معناتها هذوما الكل أنواع من الزواج مخرجينهم من الزواج الشرعي هذا. علاش؟ على خاطر نشوفوا احنا في العالم السني، خاصة في العالم السني موجود حتى في العالم الشيعي، ان ملك اليمين ما عادش فما وزواج المتعة محرم عندهم. اذا شنو بقى لهم؟ بقى لهم كان الزواج الشرعي، يعني عبارة على عندهم الزواج الشرعي اكاهو. ولان المعيشة غلات وسن الزواج تأخر وعدة ظروف اخرى ما تسمحش، خلات العلماء ما يسمى بالمسلمين يقوموا كل واحد يحك راسه ويخرج لهم نوع من الزواج. فهمت؟ باش ينحي هذا الكبت. على خاطر صحيح الاسلام يقول لك معناتها كان لن تستطيع ان تتزوج فصم، لكن الصوم مش حل. فهمت؟ احنا نعرف في العالم العربي الاسلامي كثر الاغتصاب والكبت وعده اشياء اخرى. عتخرجوا انواع الزواجات هذو. فهمت؟ باهي نحن نحاولوا باش نحكيو على بعضهم، مش الكل، باش نحكيو على بعضهم المهمين، ما يسمى بالزواج العرفي، وهو منتشر منتشر ياسر وياسر العباد. لازمكم تلاحظوا ان الزواج العرفي فما نوعين، فما زواج عرفي فيه كل الشروط الا ينقص شرط وهو ما يسمى الاشهار والاعلان، يعني يجي مراه وراجل يجيبوا زوج شهود. فهمت؟ ويمكن الولي يكون موافق، يمكن مش موافق، كان مش موافق ولزوز شروط نقصوا. احنا ناخذوا زواج معناتها العرفي معناتها بموافقة الولي. فهمت؟ موافقة الولي مثلا نجم مرأة وراجل وزوز شهود والولي موافق لكن ما أشهروش يبقى سري، هذا ما فيهش الإشهار والإعلان، إذا يبطل، يبطل أصلا يعتبر باطل. وإلا مثلا يكون ما فيهاش موافقة الولي، باهي صحيح كده المرأة ماهيش بكر تنجم غير موافقة الولي. ورغم هذا الزواج مش منتشر في العالم العربي الإسلامي وخاصة في مصر والدول الأخرى موجود، ولكن يعتبر باطل على خاطر ساعات يعملوه مثلا الراجل ده معرس ما يحبش مرته تعرف وكذا. فهمت؟ وساعات موافقة الولي، ساعات من موافقة الولي، هذا النوع من الزواج العرفي يعتبر باطل. فهمت؟ رغم اللي من بيناتهم ورقة، ورقة تعطال الرجل ورقة تعطال المرأة. فهمت؟ ويعطيها المال وكل شيء، معناتها يعتبر هذا النوع باطل، أكثر العلماء يعتبروا باطل، ما فما شكون اللي يقول لك أوكي مش مشكل. فما نوع ثاني من الزواج العرفي هو فيه كل الشروط هذوما. فهمت؟ وحتى فيه ما يسمى الإعلان لكن ماهوش مسجل في البلدية. العباد الكل تعرف
وفما شهود وفما كل شيء وموافقة الولي، لكن ماهوش مسجل في البلدية. هذا النوع من الزواج يعتبر شرعي، حتى ماهوش مسجل في البلدية، لأن الإسلام ما يعترفش بالبلدية. فهمت؟ هذا النوع الأول من الزواج. إذا ما يسمى بالزواج السري العرفي هو يعتبر حرام على حسب الإسلام. فما زواج آخر هو اسمه زواج المسيار اللي معروف، وهذا زواج المسيار يعقد الرجل على المرأة، والمرأة مع عقد شرعي وحتى سجلوه في البلدية، فهمت، ومستوفي كل الأركان اللي موجودة في الزواج، لكن يعني فيها موافقة الولي وفيه العدول وفيه الإشهار والمهر وكل شيء، يعني كامل من ما جميعه ما ينقص حتى شيء، إلا أن المرأة تتنازل على حقوقها كما حقوق السكن والنفقة والمبيت. يعني الراجل يجيها وقت اللي يحب ويمشي وقت اللي يحب، ومش مجبور باش ينفق عليها. فهمت؟ يمكن يهزلها هدية من خاطرة ومش مجبور باش ينفق عليها، لكن هو عطاها المهر وما يقعدش معاها، معناتها ديما ما يقعدش معاها، ما يسكنش معاها. وهذا النوع من الزواج يستعمل العبيد المعرسين اللي ما ينجمش ياخذ زوجة ثانية. تعرف انت في الإسلام طبعا نحكيو على تعدد الزوجات، وحكينا عليه في فيديو أخرى، ما هنا باش نرجعوا على بعض النقاط ما فكرناهاش. تعدد الزوجات لازم يكون عادل جنسيا وماديا، أما العدل في الحب غير واجب. إذا هو يستعمل هذا النوع من الزواج من أجل يحافظ على أسرته ويكون عنده امرأة ثانية، ولا امرأة مثلا مطلقة ولا تسكن عند دارهم ولا حاجة. فهمت؟ هذا النوع من الزواج، فهمت، بعضهم قالوا حرام، قلة فهمت موجودين قالوا حرام شرعا، لأنه ليس فيه شروط، فهمت، الإقامة وتكوين الأسرة وكذا، لكن هذه تعتبر شروط جانبية ما هي شروط أساسية. وفما اللي يحلوا يعتبروا مباح، فهمت، وفما اللي يقول مباح لكن مكروه. اللي يقول مباح وكان مكروه ولا مباح يعتمد على حديث، فهمت، نتاع بين قوسين أم المؤمنين سويدة، فهمت، انها هبت يعني اعطت نهارها، هيك عندها نهارها في الاسبوع اعطته العيش، وقالت لمحمد انا امراه وكذا، معناتها النهار نتاعي اللي باش تجيب حدايا. هو محمد كان يحب شيء، يحب ايش ياسر، فهمت، هذاك نعطيه العيشه، يعني هي تنازلت على نهارها العيشه، ولا محمد يرقد الليله مع عيشه وغدوه مثلا تعود يمشي لها هي يعدي ليلتين مع عيشه. إذا هذا الحديث، فهمت، اللي موجود في البخاري، يعني المرأة يجوز لها أن تتنازل على حق من حقوقها مثل النفقة والمبيت والسكن. على هذا الأساس اعتمدوا هذه المسألة نتاع زواج المسيار. مش لازم ندخل في أنواع الزواجات الأخرى، لأنها كلها تحيل وحيلة من أجل التخلص من الباب المسدود اللي وصلوا الإسلام به. هذه المسألة واضحة. توا نتكلموا على شنو الحاجات اللي حرم الإسلام فيها الزواج. فهمت؟ فما الإسلام، فما عباد منع الراجل باش يعرس بهم ومنع النساء باش تعرس بهم. به. أولهم هما المحارم. والمحارم ثلاثة. فهمت؟ الإسلام اعتبر اللي زواج المحارم معناتها حرام. والمحارم فما المحارم بالنسب كيما البو، كيما الخو، الخو ياخذ اخته، ولا البو ولا الام ولا الخال ولا العم، وما نزل وما صعد، فهمت، بالنسبه للاب وكذا. هذوما معناتها ما يسمى المحارم بالنسب، تنجموا ترجعوا وتبحثوا المحارم بالنسب، تلقى الليست نتاع اللي المراه ما عندهاش الحق تعرس به، مثلا ما تنجمش تاخذ خالها ولا عمها ولا اخوها، والراجل اللي ما ينجمش ياخذ اخته ولا عمته ولا خالته. هذا النوع الاول. النوع الثاني المحارم بسبب الرضاعة، وهذا يعني معروف، يعني امرأة وراجل رضعوا من نفس الأم يصبحوا إخوة من الرضاعة، وينطبق عليهم كل ما ينطبق على النسب. يعني كما فما أخت من الرضاعة وخالة من الرضاعة وأب من، يعني كلها يعني مسألة مربوطة ببعضها. فهمت؟ تنجموا زادة ترجعوا للجوجل وهو أحسن صديق،
باش تعرفوا معناتها هذه المعلومات على المحارم بالنسب. النوع الثالث من المحارم هي بالمصاهرة، وهذه كانت موجودة قبل الإسلام، وهذه جابها النجم نقولوا جديدة محمد، وهي مثلا بوك معرس بامرأة أخرى، المرأة هذيك طلقها ولا مات عليها، أنت تاخذ مرت بوك ولا هو ياخذ مرتك، فهمت؟ بالمصاهرة. فما هذه زاد كيف كيف ترجعوا لها تلقاو ما يسمى الحرمة بالمصاهرة. لكن ثم حاجة أخرى بهذه معروفة، الحاجة الأخرى اللي معروفة هي الجمع بين الأختين، يعني الراجل ما عندوش الحق يرقد مع زوز، يعني يعرس بزوز أخوات، يعني أخت وأخت يعرس بهم، الجمع بين الأختين معروفة، هذه واضحة. ثم حاجة أخرى زادة، المسلمة ما عندهاش الحق تاخذ إلا مسلم، ما عندهاش الحق تاخذ مسيحي، ما عندهاش الحق تاخذ يهودي، ما عندهاش الحق تاخذ أي واحد إلا مسلم. يعني المسلمة الإسلام حرم عليها تعرس بغير المسلم، هذه مسألة واضحة. بينما الرجل سمح له باش يتزوج بالمسلمة، وسمح له باش يتزوج بأهل الكتاب كما المسيحية واليهودية والصبائية، يعني هذوما اعتبرهم أهل الكتاب، الراجل أعطاه الحرية باش يتزوج بأهل الكتاب. لكن فما هذه حاجة مهمة ما ينتبهوش ليها العباد، هو أن الراجل المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمشركة، وما عندوش الحق يتزوج مثلا بوذية ولا هندوكية، لازم يتزوج يا أما بمسلمة يا أما بأهل الكتاب. أما هذه ملحدة ما عندوش الحق يتزوج بملحدة، تحرم عليه، ولا مشركة ولا بوذية ولا أنيميست ولا أي أي ديانة أخرى غير أهل الكتاب، تحرم عليه حرمة كاملة. هذه مثل المحرمات، ما يسمى بالمحرمات. به المسألة الأخرى هي ما يسمى باش نحكيو عليها بعض المحرمات، هي تعدد الزوجات، وحكينا عليها قبل. كما قلنا أن الإسلام سمح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، بينما لم يسمح للمرأة ذلك، وحدد عدد الزوجات 4 لا أكثر، واعتبره مباح، لكن اشترط العدل المادي والعدل الجنسي البدني، ولم يشترط المحبة في العدل، العدل في المحبة، لأنه اعتبر هذاك شيء مستحيل. به هذه مسألة واضحة. ويعتبر الإسلام أن الرجل اللي عنده المال واللي عنده البدن باش يتزوج أكثر من امرأة يعتبر فاعل خير، لأنه يحصن فروج النساء من الزنا، فهمت؟ ويشجع على ذلك من أجل كثرة الولد، واللي نعرفه محمد الأحاديث نتاعو اللي تقول فمتزوجوا الودود الولود، يعني يأكد أن المرأة لازم تكون ولود، كان ماهيش ولود حكاية غير الودود يعني خاضعة تكسر لكش راسك كما نقولوا احنا بتوسي، فهمت؟ والاسلام هوني ماهوش مطلوب. فما بعض النساء نحكي معاهم يقول لك لا لازمني نوافق له، ولا نشترط قبل الزواج، نو، ينجم يقول لك اوكي من بعد يعمل اللي يحب، خاطر يجوز الكذب في الاسلام على المراه، وتعرفوا ان الاسلام يجوز الكذب في 3 الاسلاح ذات البين، وفي الحرب، وعلى المراه، وماهوش مجبور باش يعلمك ولا ياخذ اذنك، فهمت؟ كان انت وافقت ولا ما وافقتش ما يهموش، هو على خاطر هذايا رخصه، وهو يعتبر فعل خير. وحتى بعض المسلمين يقول لك المرأة عندما توافق الرجل باش ياخذ امرأة أخرى تكسب أجر. هذه المسألة واضحة، ما تتعدى زوجته، احنا عملناها في فيديو، أما غير ركزت على النقطة هذه. مسألة أخرى اللي هي مهمة جدا هي نكاح الأطفال. نكاح الأطفال هي المصيبة الزرقاء. ونعرف احنا في السيرة أن محمد فهمت خطب عائشة من بوها أبو بكر، موجودة في البخاري، فهمت؟ ونعرف زادا أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين، ودخل معناتها وتخلى عليها هي بنت 9، هذه ترجع للبخاري، لكن هنا يكون تزوجها، تزوجها مش خطبها، فما عبيت يقول لك لا خطبها، ظاهرة تزوجها ودخل عليها، بهذا حديث. وفما زاد حديث الأرجوحة
الشهير الموجود في البخاري اللي هي كانت تلعب بالأرجوحة. أنا في الحقيقة مسألة زواج محمد من عائشة مسألة حيرتني. هو يقول في الزواج لازم الإيجاب والقبول. يا ترى هل عائشة في 6 سنين عندها القدرة باش توافق؟ بالطبع ما عندهاش القدرة باش توافق، ما عندهاش، صغيرة اش باش تفهم منه. هو قالك علامة معناتها الرضا هو السكوت. أنا سكوت، طفلة عمرها 6 سنين باش تجي تشاورها تقولها تحب تاخذ واحد عمره 50 54 سنة أكبر من بوك ولا قد بوك؟ يا أخي هذا شيء معقول؟ راهو المشكلة إنها سنة أصبحت، والآن كثير من الأطفال في اليمن وفي باكستان يعني يعانون من هذه المصيبة اللي عملها محمد. محمد عمره ما خدها راهي عايشة وتعرس بها، هذه مشكلة. مشكلة أخرى، فهمت؟ حتى ولو أخذ من راهي، لو نفترض معناتها سألها إيش باش تفهم منه هي؟ فهمت؟ إيش تفهم منه؟ ما تفهم حتى شيء. إذا هنا واضح اللي محمد معناتها ما خداش إذن عائشة، هذا واضحة، فهمت؟ يعني مثلا ما يحتاجش معناتها التفكير. ولكن هل من العدل أن محمد يكون عمره 52 ولا 53 ولا 54 ياخذ طفلة عمرها 6 سنين؟ هل من العدل؟ يعني شنو هو المرض هذا؟ يعني هذه وحدها تبين أن محمد ما عنده حتى أخلاق، فهمت؟ يعني ما يحترمش المرأة بالكل وما يحترمش الطفل، فهمت؟ وان بلوس جعلها سنة وطنشو نرجعوا مع خطر من بعض يكذب هذه الأشياء، ونعرف ديما المسلمين يبداو يألفوا من عندهم، فهمت؟ والمسألة الثالثة المصيبة إنه مات وهي عمرها قديش؟ عمرها 18 20 سنة، وحرم عليها تتزوج من بعد وهي رغم اللي عاشت حتى 80 سنة. يعني هل هذا معقول؟ يعني يزيش يتزوجها صغيرة من غير ما أذن خلال رأيها، يزيش هو كبير ويزيش خليها في مقتبل العمر وحرم عليها أن تتزوج بعد، وتعرفوها الآية، فهمت؟ به بعضهم يقولوا زواج الأطفال ما يسمى بالمسلمين اللي يحبوا يغطيوا عورات الإسلام بكل طريقة، يقول لك لا هي أكبر منها كاكا وكل شيء. لكن القرآن جاء يوضحهم، خاطر محمد وقت يعمل عملة ديما يجي يدعمها بالقرآن، معروف، فهمت؟ يدعمها بالقرآن. اسمعوا هذه الآية وقولوا لي شنو رأيكم فيها. الآية تقول نرجع لتفسير ابن كثير وكل التفاسير، كل التفاسير الإسلامية يقول لك التي لم يبلغن سن الحيض، فهمت؟ هي الصغيرة، يعني التي لم تحض بعد، وهي عدتها كعدة اليائسة. وإحنا نعرفوا أن المرأة يجيها الحيض قبل الحيض، ما عندها قبل ما يجيها الحيض ما عندهاش حيض شيء طبيعي، وتتوصل لعمر معين ينقطع عليها الحيض. إذا هذه الآية توضح، يعني يكون إن طلقتم النساء، وهي في سورة الطلاق، فهمت؟ إن طلقتم النساء في العدة، معناتها كان هي بعد سن الحيض ولا قبل سن الحيض، فعدتها 3 أشهر. نظن الآية واضحة، يعني هنا نتصورش أن المرأة بعد سن الحيض الرجل مش باش يدخل بها، شي طبيعي باش يدخل بها، داخل بها يعني ينكحها وهي ليس لها حيض. ولكن هوني نتساءل علاش يتكلم على عدة قبل سن الحيض؟ هل هنا القرآن يخالف أقوال المسلمين يقول لك اللي تزوجها في 6 وأنت دخل بها في 9،
فهمت؟ وهل في التسعة بالكش في التسعة عائشة ما كانتش حاية؟ هذاك علاش نزلت هذه الآية؟ هذا زاد بوسيبل، الطفلة تنجم تحيض في 14 سنة. يعني هو استناها حتى لين تقوى جسديا شوية 9 سنين ونكحها وهي مازالت ما عندهاش حي، وهذا يدل عليه هذه الآية، خاطر نعرف محمد ديما يدعم اللي يعملوا بالقرآن. علاش أنا نقول هذا؟ يقول القائل إن المقصود بالزواج في الآية هذه فهمت ليس الدخول، فهمت؟ معناتها يقول اللي معناتها كيفاش باش الدخول؟ ما علاش فرض عليها فهمت؟ لا العدة، ما دام فرض عليها العدة يعني فما دخول. هذه الآية تخالف آية أخرى، اسمعوا الآية هذه الثانية، اسمعوها مليح وخموا بمخاخكم، فكروا شوية، اسمعوا شو تقول، يعني باش يوريك معناتها التناقض. هي مش تناقض راهو، هو معناتها مش تناقض، نو 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 نو، إنما علماء المسلمين طيلة 1400 سنة وهم قاعدين يدرقوا على محمد شنو عمل من أعمال بشعة. درقوا 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 ما نجموش، فما حاجات ما نجموش يدرقوها. اسمعوا الآية إيش تقول. يا الآية هذه يقول لك كان أنت عرست بامرأة وما نكحتهاش وحبيت تطلقها ما عندهاش عدة، واضح. والآية اللي فوق تقول لك وقت تطلق المرأة وهي مازال ما جهاش الحيض ولا عندها ولا هي في سن الحيض عدتها 13. شنو معناها حسب رأيكم انتوما؟ شنو معناها؟ يعني المرأة اللي قبل سن الحيض يجوز الدخول بها ويجوز نكاحها وعدتها 3 أشهر. خموا شوية في المسألة هذه وفهموا واعرفوا، راهم علماء المسلمين قاعدين يكتبوا عليكم 1400 سنة، وهذا شيء طبيعي. راه هذيك خدمتهم انهم يرقعوا منا ويرقعوا منا ويخبيوا منا ويجيبوا تفاسير منا وكذا وكذا، غير باش يبقاو العباد في داخل الاسلام على خاطر هو مورد رزقهم. من ضمن الزواج هذا اللي ما يسمى بالشرعي، اللي توا ياسر من العلماء يحاولوا باش يخرجوا بعده انواع، كما زواج المسيار وزواج العرفي وزواج السياحه وغيرها من انواع الزواج، على خاطر فهمت القوا رواحهم محصورين والقوا رواحهم في ورطه كبيره سببها لهم الاسلام وسببهم فيهم سببها فيه هذايا معناتها الافكار بتاع محمد اللي ورطتهم توريطه كبيره. واحنا نعرفوا اللي هذا النوع من الزواج، نكاح الاطفال وتعدد الزوجات وغيرها من الامور اللي موجوده في الزواج الشرعي، فهمت؟ ومنها زاد حاجه اخرى حبيت نقول معناتها نرجع لها هذه قبل ما نختم الفيديو، هذه هي الزواج معناتها المحارم. يقول لك ما عندكش الحق تزوج خالك وعمك، لكن عندك الحق تزوج بنت عمك وبنت خالك، هذه مصيبة زرقاء. لأن العادات العربية قبل كانوا يعتبر بنت الخال وبنت العم، فهمت، ليس محرم. فمحمد خذاها، رغم أن علميا توا في الوقت الحاضر يعتبر محرم. هذاك علاش بورقيبة افرض ما يسمى بالكونترول ميديكال. وحطها في بالكم أن أكبر نسبة عباد منغول، خاطر وقت تتزوج واحد قريب لك من الدم حتى ولو كان ما يجيش منغول، يجي ناقص ذكاء وناقص حتى في تفكيره. ونسبة الزواج ببنت الخال وبنت العم انه يجي منغول نسبة كبيرة، فهمت؟ واحد ياخذ بنت عمه ولا بنت خاله ولا خاطر هو محمد، فهمت؟ معناتها هذه عادة، ما يعرفش اللي بنت الخال وبنت العم عندهم شراكة في الدم.
فهمت؟ طب المسيحية حرمت هذاك الشيء، فهمت؟ حرمت به لأسباب ولا لأخرى، مثلا تو في أوروبا فهمت تعتبر زواج بنت الخال وبنت العم هو قرابة الدم، يعني هذا يؤثر على الإنجاب في الأولاد، يمكن يجيوا معوقين أو مصابين بعاهة أو حتى أقل ذكاء. هنا باش يوريك اللي محمد حتى هذه ما تفطنش بها، يعني اللي معناتها كان جاء الإسلام من عند الله راهو كان يعرف اللي بنت الخال وبنت العم فهمت هي قرابة الدم، هي عبارة على محرم، من المفروض أن الإسلام يحرم زواج بنت العم وبنت الخال، ولكن لأنه هو ماخذ هذه العادة من العادات العربية مشى عليها وصار عليها. وهنا نوريك اللي الإسلام ليس من عند إله، وإنما من صنع محمد ومن صنع الصحابة اللي يؤمنوا به في الأول، ومن صنع كل العلماء اللي جاءوا بعده إلى هذه الساعة. ونظن أن هذا الموضوع واضح، ومع فيديو قادم نتكلم على ملكة اليمين والفضيحة اللي موجودة في الإسلام، واللي هو توا ما عادش موجود، لكن بعضهم يحب يرجعوا ويتمنى أن يرجعوا، لأنهم ما استطاعوش العلماء إلى هذه الساعة تحريمه، لأن موجود واضح في القرآن وفي السنة. ومع فيديو قادم، وبالسلامة.